توضيح الحقائق مهم جدا سيدات والساده نحن في زمن يحاول طمس الحقيقه وهذه الجريمه الثانيه اللي هي اخطر من جريمه القتل والاستهداف انه تزيف الحقيقه ويتم ايصالها للاخرين لعموم الناس انها مخالفه وان الوضع كذا وبتفاصيله دوركم كان دور مهم حقيقه ومشرف احنا في العراق عندنا توجه لتشريعات تحمل المدونين وتسهيل عملهم من خلال الاتحاد الصحافي وايضا هيئه الاعلام والاتصالات لا ابالغ انتم كنتم صوت الحقيقه انتم سلطتوا الضوء انتم صحافه المواطن الصادقه اللي نقلتم الصوره ونقلتوا الحدث و... فضحتم الجريمة اللي حصل ويحصل وسيحصل أمام هذه السياسات موقف كبير ومشرف والإنسان موقف حقيقة سلطتم الضوء على مختلف الجرائم اللي حاول حكومة الاحتلال الصهيوني طمس هذه الحقيقة واستهدفت العمليات الصحفيين والإعلاميين واعطوا شهداء في غزه